كثير منا إذا ركب البلاط وجاء وقت الترويب يحتار، خاصة في البلاط اللي يكون فيه تموجات وعدة ألوان، فيقول مثلا هل أخذ الترويب على اللون اللي غامق نوعا ما اللي هو هذا، أو أروح للي أفتح منه شوي، أو أروب بالألوان الفاتحة مرة، يعني وهن كثر. ولكي يبان جمال بلاطك في المنطقة الغامقة نروب باللون القريب من الفاتح اللي هو هذا. بالتالي استفدنا أنه على مد النظر يوحي لك بلاطك كأنه مرتفع، كأنها 3D 2D أو 3D، ويوحي لك أيضا يعطيك الجمال اللي فيها يبان، التموجات تبان. عكس لو أنك مروب، تخيل أنك مروب باللون ذا الغامق، فتحس البلاطة ساقطة تحت وضاع جمال التموج الغامق هذا. هذه وجهة نظر وطبقتها كثير ورأيت أنها هي الأنسب. بقعد نقطة بسيطة إضافية، أنه أيضا الفاتح مع الاستخدام للمنزل راح يغمق شوي، فأنت قربتها من اللون، قربت من اللون يعني أكثر، قربت للون الثاني رقم 2، فبرضه يمشي. ما هو تقول لازم والله أنا أبا نظفه وأبا أجيب شركة تلميع إلى آخره. هذه وجهة نظر اللي يناسبه هذا الأمر ينفذ. وفعلا اختيار التربة أمر متعب، ولكن في النهاية هو المنظر العام لبلاطك يبي أثر عليه لون التربة، لا شك في ذلك. أما بالنسبة لتبليط أي منطقة على الجدران كديكور، فينصح أنه يكون يروح للغامق كما هو العاش. وترى فيه هنا مروب أنا هنا، ولكن رايح للون الغامق، فتبدو لك عم من بعيد أنه ما في أصلا خط، ما في ترويبة. هذه بويا ما شلناها، نشيلها إن شاء الله.